طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الشباب مع هذه المسألة اللي سويتها امتحان للطلاب العام الماضي، لكن من دون ما أدرج فيها المومنتم إكويجن، كانت فقط على البرنولي. السنة هذه يعني طورنا فيها وخليناها تشمل المومنتم، فأصبحت مسألة يعني مسألة امتحان بامتياز. امشي نقرأ مع بعض ونشوف كيف نحلها ونشوف عدد المفاهيم اللي بتطبق فيها. يقول لك the 500 gram hemispherical bowl، الباول هذه أو الزبدية أو الطاسة أو السحلة عندنا في السعودية، is held in equilibrium at a height h by a vertical jet of water discharged through a 10 millimeter diameter nozzle. يعني يقول لك عندك هنا at point A نوزل الدايمتر حقه 10 ملي، ويخرج منه الجت هذا، والجت هذا يدخل إلى جوة الزبدية أو الباول أو الطاسة، شايف كيف، ويخرج يمينا ويسارا ومن قدام ومن وراء، وتظل الباول هذه معلقة فوق عند ارتفاع H، ووزن هذه الباول كم؟ 500 جرام. سأل هو يقول لك إذا كانت الفلوريت اللي مع البايب هنا مقدارها 0.01 متر كيوب لكل سكند، أو جد الارتفاع H. الصورة هذه اللي أنت شايفها الآن أمامك ثلاثية الأبعاد توريك كيف إن الجت of water is going inside as one pipe أو one cylinder، جوا عرضها 10 مليمتر، يخرج على طول البريفري، على طول المحيط، على طول البرامتر هنا. إذا الرجل فسأل عن الـ H، أوجد الـ height، وأبغى أنا وياك في مثل هذه المسائل دائما نتعلم كيف نفكر سيستماتيكلي بانتظام، نبدأ من الشيء اللي يبغاه ونتطور في الحل. فتسأل أنت ما هي المعادلة اللي involves H، اللي ممكن يكون فيها الـ H. والله لو جينا فكر أنا وياك، أتوقع كثير منكم بيقولون لي يعني لو طبقت البرنولي إكويجن من الـ A إلى الـ B، شايف كيف الـ H حيظهر، لأن الـ H بيكون هو Z location at point B. أقول ممتاز جدا، you are right، هذه هي البرنولي إكويجن، ونطبقها أنا وياكم ما بين النقطة A والنقطة B، ونحط سطر هنا ونكتب هذه المعادلة. طبعا حتقولوا لي البريشر هنا عند الـ A بزيرو لأنه أتموسفيريك زيرو جيج، والارتفاع هنا عند النقطة A نعتبره بزيرو على أساس أن الرفرنس حق الزي نحطه عند الـ A، والبريشر at point B هنا برضو بزيرو لأنه أتموسفيريك وبالتالي زيرو جيج. أما الارتفاع زي بي هنا فنحطه H اللي هو الدستنس التي نبحث عنها. أها، بدأت الصورة تتضح يا شباب الآن. أحط الـ H لوحده وأجيب الـ VB على اليسار، شايف كيف، فتطلع لي هذا الشكل، إن الـ H يساوي مربع السرعة عند الـ A ناقص مربع السرعة عند الـ B مقسوما على 2G. يا سلام، انحلت المسألة. نعم انحلت المسألة، لكن الـ VA ما هي معروفة والـ VB ما هي معروفة، فكيف نجيب الـ VA السرعة من هنا؟ طبعا السرعة هنا سهلة، ليش؟ لأنه هو أعطاني الفلوريت وعندي الديامتر، فأستخدم الكونتينيوتي إكويجن اللي هي تقول إن الفلوريت يساوي الفلوسيتي في الأريا. هذه هي الكونتينيوتي، تقول لي إن الفلوريت تساوي الفلوسيتي في الأريا، أو إن الفلوسيتي at point A حتساوي الفلوريت على الكروس سكشنال أريا اللي هي باي على 4 في مربع الديامتر هنا، بعد أن قسمناه ب 1000 تطلع لك السرعة ب 12.74 متر بير سكند. ممتاز جدا، جبنا إحنا الآن الفلوسيتي at point A. طيب الآن أبغى أجيب الفلوسيتي at point B. ها هنا يتدخل المومنتم، يظهر المومنتم. لو جيت تفكر فيها انت بحاجة الى معادلة اخرى. عندي المومنتم، المومنتم إكويجن ايش تقول لي؟ تقول لي انه سوي سكتش على الووتر اللي يدخل الى الفين ويخرج منها، او يدخل الباول يخرج منها، وطبق المومنتم إكويجن في الواي دايركشن. في الاكس دايركشن ما فيه يعني شيء لانه سيمتريك. هذا هو السكتش، اوكي، هذا هو البادي اوف ووتر اللي انتم شايفينه، وحطينا حوالينا الكنترول سيرفيس حقنا، وواضح نحن نعرف ان الفيلوسيتي تدخل هنا بسرعه في بي وتخرج بالاتجاه المعاكس دورة مدار ات لوكيشن سي اللي هو هذا. وبالتالي اقول مجموع القوى التي تؤثر على الكنترول فوليوم حقي، وليس ثم الا القوه حقت الزبديه او الباول او الطاسه
وتساوي الماس اللي هو 500 جرام في الجي، حيساوي ايش؟ المومنتوم اللي يدخل ناقص المومنتوم اللي يخرج. حنوريك كيف يطلع السالب في المومنتوم اللي يخرج. اكبر الصوره شويه الان. لاحظ بالنسبه للانلت هنا الفيرتيكال فيلوسيتي في الواي دايركشن هي كلها في بي، وبما انها في الاتجاه الراسي فوق في الزي دايركشن او في الواي دايركشن ان شئت فببلس ساين، لكن بما انها مدخل فالماس فلو ريت اللي هو الدوت برودكت ما بين الفيلوسيتي في بي والاريا هنا حيكون بالسالب، لان الفيلوسيتي فيكتور عكس الاريا فيكتور هنا، فيطلع بالسالب، وهذا اتوقع انكم فاهمينه. زايد ماذا؟ زايد المومنتم فلكس وين؟ هنا عند المخرج اللي يساوي الفيلوسيتي ات ذا اكزيت. لاحظ انها ايضا فيرتيكال وبالتالي هي في سي كامله، ولكن حطينا قدامها ماينس ساين الان لان الفي سي ان ذا نيجاتيف واي دايركشن، وبما انها مخرج فالماس فلو ريت ببلس، نصيت انا على ذلك، وبالتالي الصوره واضحه الان. ابدا اعوض الان بالنسبه للمجموع القوى، لا يوجد الا قوه واحده، حكتب هنا ام جي. رو في اي يا شباب هي الماس فلو ريت، وهنا رو في هي الماس فلو ريت، فطبيعي اخذ الاثنين كلهم ايش؟ عامل مشترك. هذه هي اخذت الماس فلو ريت هنا عامل مشترك، والماينس ساين هنا وهنا اخذتهم ايضا عامل مشترك، وبالتالي صار عندي في بي هنا وفي سي هنا. واما الفيرتيكال فورس فهي ناقص ام جي ناقص 500 جرام او 0.5 كيلو جرام في الجي، وحطينا السالب ليش؟ لان الويت از اكتنج ان ذا نيجاتيف دايركشن. جميل جدا، صار عندي معادله هنا ومعادله هنا، في اي وبي، وجبنا الفي اي هنا وحاولنا نجيب الفي بي، قام طلعت لنا ايش؟ الفي سي. الان صارت الفي سي مجهول جديد. طيب كيف اجيبها؟ قبل ما نفكر نجيبها انا وياك، خل الحين بس نخلص من الماس فلوريت، لان الماس فلوريت سهله جدا. فالماس فلوريت ثرو في اي وتجيبها هنا عند النقطه اي، الرو ب 1000 والسرعه عند الاي ب 12.74، وهذه هي الكروس سكشنال اريا، ويطلع الرقم 1 كيلو جرام بير سكند. اذا تعال انا وياك نتفرغ للفي سي، كيف اجيب الفي سي؟ المشكلة كثير من الطلاب لما يحلون يسببون لي مشكلة، يستخدمون الكونتينيتي إيكويجن. ايش يقول لك الطالب او بعض الكتب؟ يقول لك في بي اي بي حيساوي في سي اي سي. نعم، الفيلوسيتي ات بوينت بي في الاريا هنا يقول لك انها تساوي الفيلوسيتي سي في الاريا هنا. طيب كلام سليم، وبالتالي فجأة بقدرة قادر يقول لك ان الفي بي تساوي في سي. كيف عرفت؟ ما يعرف الطالب، اوكي ما يعرف، يقول الاريا سي حتساوي الاريا بي. اقول له هل عندك معلومات عن الاريا ات سي؟ برضه يظل ساكت يا شباب. اقول له لا ما عندك معلومات، لان الاريا هنا عباره عن رينج، سماكته ما تعرفها، شايف كيف؟ والريدس حقه ما تعرفه، ما عندنا شيء عن الابعاد. فيقول حصلتها في الكتاب. اقول الكتاب بدا بالعكس، يعني هو عرف بمعادله اخرى ان الفي بي حتساوي الفي سي، قام ايش؟ قال لك ان الاريا ات سي حتساوي الاريا ات بي. لكن نبغى لازم نبدا بتفكير منتظم، سيستماتيك ثينكينج. طيب قول لنا لو سمحت. اقول لك تبدا بايش؟ بالبرنولي اكويجن، اوكي، ما بين النقطه بي والنقطه سي، هنا ما بين النقطه بي والنقطه سي، تمر عبر ستريم لاين لحد ما توصل هنا وتاخذ البرنولي اكويجن. كل منكم سيساعدني ويقول لي معك حق انك تقول ان البرشر هنا بزيرو لانه اتموسفيرك، والبرشر برضو عند السي هنا عند الخروج بزيرو لانه اتموسفيرك. واما الفرق ما بين زي بي وزي سي فاننا نعتبره اولموست بزيرو، يعني كم يطلع؟ 2 سنتي، 1 سنتي، 3 سنتي، ولا حاجه مع ارتفاع اللي هنا. فهذا ابروكسيميشن. اذا قلنا ان الويت از نيجلكتد خلاص تطلع لك في بي حتساوي في سي. هنا بهذه المعادله لما تعرف ان في بي حتساوي في سي، يحق لك يا عزيزي تقول ان الاريا ات سي تساوي الاريا ات بي، اوكي؟ هذا هو الترتيب الصحيح. اثبت ان السرعتين متساويتان باستخدام البرنولي اكويجن، ثم باستخدام الكونتينيتي اكويجن لك الحق ان تقول ان الاريا هذه الخاصه بالرينج تساوي الاريا هنا الخاصه بالجيت، لكن لم يسأل عنهما. طيب ماذا أصنع بذلك؟ أبدا، ابدأ عوض الكويجن هذه ثلاثة هنا، يعني قل بأن السي الفي سي حشيلها وحط بدلها ايش؟ في بي، فصار في بي زائد في بي صار عندي ايش؟
2VB بسم الله الرحمن الرحيم، ماينس مع ماينس تروح، والماس الخاصة بالباول هنا ب 500 جرام حطينا 0.5، والماس فلوريت هنا الخاصة بالووتر ب 1 كيلوغرام بير سكند. نظف يا حبيبي تطلع لك السرعة حسب ما حسبت أنا 2.45 متر بير سكند. يمكن عندي خطأ، شيكوا يا شباب، لكن المبدأ سليم. عوض الآن بالفي بي هنا في المعادلة رقم واحد، صار عندك الـ VA بـ 12.74 والـ VB هنا، عوضتها أنا هنا وطلعت النتيجة في الآلة الحاسبة عندي بـ 7.9 حاجة، أوكي؟ لكن الطالب اللي ساعدني في إعداد هذه الشريحة كان كتب 7.596. طبعا قد يكون هناك خطأ ما أدري وين هو، حاجة بسيطة، لكن الحل الآن ما يخر الموية وممتاز جدا. والآن أحد زملائكم الآن بيحل نفس المسألة باستخدام الـ EES، يعني تقاسمت أنا وياه المشروع، قلت له أنت سوي لي الطباعة وأنا بألقيها اللي هو الطريقة التقليدية، بينما أنت برمجها في الـ EES وبلوت الهايت هنا as a function of the flow rate، يعني حنغير الفلو ريت مثلا من مقدار معين 001 الى مقدار معين. فبالتالي زميلكم ايش حيسوي؟ ما حيدخل في التعب هذا كله، حيكتب المعادله ذي، هذه المعادله الخاصه بالبرنولي اكويجن، ويكتب المعادله هذه 2، ويكتب المعادله هذه 3، ويكتب المعادله هذه 4، معايا؟ خلاص أربع معادلات وعنده certain input، الإيس على طول يحل لك، يطلع لك المجهول اللي هو H من دون ما نتعب. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، أشوفكم على خير، وإذا حسيتوا يا أبنائي الطلاب أنكم استفدتوا فأرجو لا تنسوني من دعوة صالحة بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.